اسم البوصيري عبد القادر، نائب رئيس مجلس جامعة فاس والنائب البرلماني عن 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 مدينة فاس عن حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية. نعاني في مدينة فاس من أعدق وأدق الملفات اللي هو النقل الحضري من هذه المدينة اللي سلط الله عليها واحد الوباء اللي تنسميوه هو هذه الشركة هذه اللي جات، رغم الدعم ورغم التوصيات ورغم من طرف الدولة ولا وزارة الداخلية ولا جميع السلطات ولا المجالس المنتخبة لهاد الناس هادو، للأسف هاد الشركة هذا باغية تمشي بهاد المدينة إلى الوراء. وحنا هذه 5 شهور باش جينا، حنا ما طبقنا إلا القانون، مشينا على التوصيات ديال المجلس أعلى للحسابات، على الملاحظات ديال المجلس أعلى للحسابات اللي حطها لهم، هذا هو اللي بدينا به. هاد الشركة هذه مؤخرا جانا توصلت للجماعة بواحد المراسلة مع وزارة الداخلية على مجموعة ديال الاقتراحات اللي اقترحتها هاد الشركة هذا على الجماعة عن طريق وزارة الداخلية بطبيعة الحال والسيد الوالي، تقترح مجموعة ديال الحلول. احنا هاد الشركة هذا باش هادي نقدر نجاوبها، هاد الشركة باش جات تاخد هاد الصفقة هادي نهار الأول التزمت بمجموعة من الأمور، بين الأمور اللي كانت التزمت بها أنا غادي نعدها لكم باش يكون الرأي العام على طلع، وهادشي راه موثق في دفتر التحملات وفي جميع الوثائق اللي كاينه في الجامعة. هادشي ماشي تنجيو أجيها في مي يقول، هادشي راه بالوثائق، لأن غادي تسمحوا لي لأن تنقرا عندي هادشي مسجل. المفوض إليه التزم في عرضه لربح الصفقة بما يلي في إطار مجموعات تضامنية شركة سيتي باص للنقل وشركة كرامة، هادو جوج شركات داروا جروبمو سموها سيتي باص، التزموا باش يستثمروا 431 مليون درهم ضمنها 219.27 مليون درهم من أجل اقتناء حافلة جديدة في 5 سنوات الأولى من العقد، 113 مليون درهم من أجل اقتناء حافلة عادية، 91.52 مليون درهم من أجل اقتناء حافلة متوسطة، المادة 29 من دفتر التحملات، هذا كاين في دفتر التحملات. المفوض إليه التزم باش الشارع الفاسي يعرف هاد الناس هادو شنو كانوا ملتزمين، التزم بشراء 350 حافلة جديدة في الفترة الممتدة ما بين 2012-2017، 350 حافلة التزموا باش يشريوها بين 2012-2017 و578 حافلة جديدة طيلة فترة التدبير المفوض. يعني راه إلا حسبنا سميتو هي 300 هي 578 سميتو. هاد الشركة هذا احنا مع الدعم ديال وزارة الداخلية، لأن وزارة الداخلية ولا الحكومة ولا المنتخبون دائما تيخدعوا التعليمات ديال سيدنا الله ينصره، وحنا مع هذا الدعم وفاس في أمس الحاجة لهذا الدعم هذا. أستاذ عبد القادر، بعض هناك فعاليات سياسية داخل المكسب المسير المجلس الجماعي لمدينة فاس تؤيد بقاء الشركة المفروضة تدبير قطاع النقل الحضري، شنو التعقيب ديالك أنت كنائب برلماني عن فاس الجنوبية؟ أنا اللي نقدر كنائب ثالث لرئيس مجلس الجماعة، أنا اللي نقدر نهضر على راسي، لأن قال له كل سميتو تتعلق بمكرعو، كل واحد عنده موقف ديالو، كل واحد كيفاش ينظر للأمور، كيف حنا كحزب تنحترموا نفسنا وعندنا مؤسسات حزبية تنخدعوا دائما التعليمات ديال المؤسسة الحزبية والقواعد الحزبية. أنا النهار اللي نزلنا للشارع تاريخيا الاتحاد الشركي ديما تيكون مع الجماهير الشعبيه، فكيف يعقل نجي حتى لهذه المحطه هذه ونمشي انا ضد الجماهير الشعبيه؟ اما الاطراف الاخرى كل واحد يتحمل المسؤوليه وكل الاراء تحترم. حنا الراي ديالنا مع الشارع الفاسي مع تدبير النقل الحضري يكون في مستوى، مع حافله تكون في مستوى كبير. انا لا يعقل باش المواطن حافلات لا جاج لا بيبان لا سميتو يبقاو تيتجولوا الشوارع ديال المدينه ونبقى انا مكتوف الايدي. انا مع الشارع الفاسي ومع الاحياء الشعبيه. شكرا.